السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم في الله أمينة يوسف، أبلغ من العمر 16 سنة، أحدث من ولاية المنهية بلدية عمرية تحديدا. الحمد لله أن أكرمني بهذا الفضل العظيم منه سبحانه وتعالى. الحمد لله أن من علي بهذا التتويج في مسابقة تنزانيا الدولية بالمرتبة الأولى، الحمد لله هذا فضل من الله وحده. في هذا المقام أود أن أشكر أولاً أشكر الله جزيل الشكر على ما من علي، ثم أشكر والدي الكريمين، أشكر كل عائلتي، وأشكر أستاذتي وسيم عايد وليلى شبلاوي، أشكر إمام مسجد حمزة بن عبد المطلب، وأشكر كل من علمني، أشكر دولتي الجزائر وأهديها هذا التتويج، وأهدي كذلك هذا التتويج لدولة فلسطين، أسأل الله أن ينصرها. أود أن أنصح هذه النصيحة كي أستغل هذا المقام، أنصح الجميع كبارا وصغارا أن يتوجهوا إلى القرآن ويحفظوه ويجعلوه حبلهم المتين، أن يتمسكوا بالقرآن وهو حبل الله المتين، يتمسكوا به، وأن يخلصوا النية في هذا الباب لوجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله لكم التوفيق والسلام. أشكر الجزائريين على ثقتهم وتشجيعهم، أشكرهم جزيل الشكر، وسعيدة جدا لاهتمامهم يعني بهذا الجانب الذي هو جانب القرآن الكريم، وهذا يعني أنه والحمد لله يوجد صلاح في الجزائر، الحمد لله على هذا. يعني نصيحتي لهم أن يتمسكوا بالقرآن كما قلت، يتوجهوا إلى القرآن ويتذكروا دائما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قول الله سبحانه وتعالى وهو قوله الحق، يعني فالقرآن ميسر إن شاء الله فتمسكوا به. هذه نصيحتي لهم، ومشكورون على مشكورون يعني على تشجيعهم لي، وإن شاء الله أكون دائما فخر للجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.